الإمام مو غائب شخصا، الإمام حاضر. جميع الإمامية بلا استثناء متفقون على أن غيبة الإمام غيبة عنوانية وليست غيبة شخصية. أصلا الإمام يعيش بين الناس، أن يمكن أن يلتقي الناس بكل سهولة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الدعاء، لا لأنه يعيش بين الناس، لأنه معرض لما يتعرض إليه الناس. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا، يعني يحتاج إلى الحفظ. طيب إذا هو ما يعيش بين الناس ما يحتاج إلى الحفظ. الدعاء لا لأنه يعيش بين الناس، لأنه معرض لما يتعرض إليه الناس. بما أنه يعيش بين الناس، إذن بالنتيجة اللقاء به ممكن، الاتصال به ممكن، بل اللقاء به والاتصال به ضروري، مو فقط ممكن بل ضروري، لا بد منه. لما؟ لأننا ذكرنا أن من أدواره التي لا تنفك عنه كما قال الإمام عليه السلام، لا بد لله للناس من حجة، لا بد لله في الناس من حجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورة. كيف تكون الحجية؟ إذن بالنتيجة من أجل أن تتحقق الصورة الفعلية لحجيته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه، من أجل أن تتحقق الصورة الفعلية لحفظه للتشريع، فهو أحيانا يمارس حجيته بالطريق غير المباشر، أحيانا يمارسه بالطريق مباشر. فلا بد له من لقاء مباشر ببعض الأشخاص من أجل أن تتحقق الصورة الفعلية لحجيته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أنت تقرأ في أدعية رجب، شنو تقرأ في أدعية رجب؟ أعضاد وأشهاد وحفظة ورواد، هذول هم اللي يتصل بهم، هذول هم اللي يلتقي بهم. يعني هناك من البشر من هذه وظيفتهم، أعضاد أعضاد لمن؟ أشهاد لمن؟ الدعاء لا لأنه يعيش بين الناس، لأنه معرض لما يتعرض إليه الناس. بما أنه يعيش بين الناس، إذن بالنتيجة اللقاء به ممكن، الاتصال به ممكن.